انا مش داخل معاهم بس هحاول اخش معانا يا محمد، هحاول اعمل مودريتور بحيث ان انا يعني اوصل. بس هو اقرب واحد دلوقتي ايمن ومحمد وانا. طبعا انتوا الثلاثه اشيك مودريتور في العالم. بيعرف يعمل ميلك شيك. انتوا الثلاثه فعندي حل يعني هقترحه عليكم، بحيث انه ان احنا نخلي نفس النسبه 25 بس ياخد 10% من البروفيت من الشير. مانجمنت شير، مانجمنت فيه، مانجمنت فيه يعني 10% بالبروفيت من البروفيت، مانجمنت فيه من الشركه كلها كل سنه، وانت اول ما تحقق التارجت تاخد 10% من الارباح. اوكي، ونوزع 10% وتوزع الباقي علينا كلنا بالظبط لو هيبقى في توزيع يعني. فانت كده هتفضل دايما عندك 85% من الارباح، فهي هي يعني زي يعني هيبقى عندنا 25% شيرز بس انت عندك 85% ارباح.